هلا رح نحكي عن موضوع يمكن ببال كل حدا مننا، كيف بيرتب أولوياته، كيف بيسعى لتحقيق أهدافه رغم الظروف الصعبة ورغم كل الضغوطات. قد ايه بتحسي زينب لازم نكون نحن يمكن أقوى من هي الظروف ومن هي الضغوطات؟ طبعا من دون مزاودة انه نحن او بكثير من الأحيان ممكن يكون في عثرات كثير بحياتنا. اكيد، ودائما بنقول انه نحن بس يصير نعيش بفوضى بنقول كلمة لازم نعمل، لازم ما تطبق، لا ما بنعمل، يعني ما بنعرف نرتب أولوياتنا. فاليوم نعرف كمان كيف ممكن يصير هذا الشيء. أكيد زينب رح نحكي عن هذا الموضوع بطريقة كتير مبسطة ولحتى نكون قريبين أكثر من الواقع ونعرف أنه رغم الضغوطات ورغم العراقيل اللي ممكن نواجهها بحياتنا اليومية لكن قادرين نصنع شيء. كل هاي الأمور أكيد رح نحكي عنها بالتفصيل مع مجد اللوسي، خبيرة تنمية بشرية. صباح الخير مجد، كيفك؟ الحمد لله تمام. كيف المعنويات اليوم؟ الحمد لله ان شاء الله عطول. اهلا وسهلا فيك مجد. يعني يمكن كل العالم غرقانه بتفاصيل حياتها اليوميه بالضغوطات الحياتيه اللي عم بتعيشها، في حاله من الضياع والفوضى بترتيب الاولويات. دائما نربط الاولويات بالظروف اللي عم نعيشها. اكيد. وحتى هلا بالظروف الاقتصاديه الصعبه صار في اولويات عند كل بيت سوري، ما فينا ننكر هذا الشيء. اكيد طبعا. خبرينا اليوم الظروف هل ممكن تأثر على الأولويات وكيف فينا نخلي أولوياتنا متناسبة مع حياتنا وواقعنا؟ تماماً. هلأ الواقع بيقول مثل ما حكينا أنه الظروف الاقتصادية هي شوي صعبة على كل أسرة سورية. نعم. بس نحن أولاً بدنا نفكر أنه نحن كيف بدنا نلاقي الشيء اللي نحن بنقدر نتماشى معه بالوضع هذا الحالي. هلأ بداية حأحكي أنه كل إنسان مفروض يحكم، يعمل محاكمة عقلية ويقول بينه وبين نفسه أنه أنا بدي أعيش واقعي، بدي أعرف مثلا أنا عندي مبلغ من المال معين بدي أمشي فيه على بهذا الشهر، فبدي أحط أولويات. هلأ أول أولوية نحن لقلنا هي أولوية الذات، المفروض نحن نفكر بأنفسنا. يعني مهم كتير الضغوط النفسي اللي نحن نعيشه، الضغط النفسي اللي نحن نعيشه كتير بيأثر على حالنا. تمام. البداية نحن حنقول الأولوية الأولى هي الذات والصحة، أهم شيء الصحة، الصحة العادية والصحة النفسية. يعني دائما أنا بدي أشتغل على حالي أنا كرمال أني أنا أعطي، عندنا العائلة عندنا الأسرة، بدي أنا أحط أهداف وبدي أحط قيم، بدي أخطط أول شيء أنه أنا كيف بدي أمشي هذا الشهر بهالمبلغ المعين وكيف بدي أكون سعيد. يعني أنا ما رح أقول أنه أكيد ضغط تحمل أعباء شيء، يعني شيء أحيانا بيقلك أنه أنا خارج عن سيطرتي، فأنا بدي أرجع أعمل محاورة عقلية نفسية أنه أنا أقول بيني وبين نفسي أنه أنا صحتي الحمد لله موجودة، لا أقدر أني أنا كفي، وبدي خطط شيء معين لحتى أقدر أمشي يتماشى مع أسرتي ومع عائلتي. هدول البدايات. بعدين الأشياء الثانية، يعني الأكثر بدنا نحكي الأكثر يعني دائما بدي اشتغل على الاكثر ضررا بعدين الاخف، مو الاخف يعني انه مو الاشياء اللي نحن حنعتبرها احيانا بيقولوا لك انه لا هي اساسيات بالحياه، لا انا بدي شوي همشها كرمال اني انا مشي اموري. نعم تمام. مجد اليوم اذا بدنا نشوف الواقع والناس المحيطه فينا ما فينا ننكر قد ايه الظروف عم تتحكم فيهم اكثر ما هن عم يتحكموا بالظروف لحتى اليوم نحقق نوع من الرضا النفسي قبل ما نوصل لدرجه السعاده. يعني انا حدا متفائل بس انت ماني عم شوف خلينا نقول انه اليوم الناس عم تسعى نحو الرضا، نحو يمكن الاكتفاء قبل ما نوصل لدرجه السعاده الكبيره. أكيد طبعاً. الوسط أكيد. المحيط برايك مجد قد ايه بيلعب دور سواء بدعمنا او حتى تكسير كثير من المعنويات فينا؟ تمام. اكيد. هلا اكيد البيئه المحيطه اللي حوالينا اكيد بتلعب كثير دور مهم. مثل ما حكينا انه نحن بدنا نكون متفائلين، انه بدي اطلع لنصف الكاس المليان، اكيد مو الكاس كامل. يعني انه انا وقت بدي اطلع بدي الاقي مثلا في اشخاص وضعهم حنقول المادي كثير منيح وانا مثلا في عندي نقص بحياتي، فانا بدي اطلع دائما بدي عم نحكي على المحاوره النفسيه انه انا بدي احكي ممكن يكون في عنده نقص بحياته مو يكون وضع مادي او اقتصادي او، فانا كيف بدي اكون متفائل انه انا الحمد لله صحتي موجوده، مثلا صحتي موجوده، وبالتالي انه ما بدي اقول انه انا لازم. هلا احيانا بيقولوا لك انه نحن ما بدي اطلع على الاشخاص الاخرين، انا بدي اطلع على نفسي، لا صحتي مثلا موجوده الحمد لله، بيتي موجود الحمد لله، اسرتي موجوده. انا مع هلا في اشخاص يعني ما بيشوفوا بعض، تخيلي اسره هنا ما بيشوفوا بعض كل النهار، مجرد اني انا اقعد شوف امي او شوف ابي او شوف اطفالي او شوف عيلتي قدامي لحتى اني اقدر اشعر بالرضا بعيدا عن الاكتفاء طبعاً. المادي. هلا ممكن انا احكي انه ممكن نحن كوب من الشاي
مع أسرتي يعني يحقق لي الرضا، بدي يكون في عندي قناعة، بدي يكون في عندي أهم شيء القناعة لحتى أني أنا أقدر أرتب أولويات حياتي. نعم، طب هلا خلينا ننتقل من أولويات الأسرة لأولويات الشباب واللي هن دائما بحالة تردد حيرة بالنسبة للظروف اللي عم بتصير وعم تغير كتير معطيات بحياتهم. يوم الشباب وخاصة اللي عم يدرسوا بالجامعة اللي عندهم طموح كتير ليفوتوا على الحياة العملية، كيف يوم يرتبوا أولوياتهم برأيك؟ تمام، هلا بالشباب الأيام مثل ما حكينا اللي بيروحوا على الجامعة وبدون يرتبوا أولويات حياتهم، بدون ياخذوا الأشياء اللي هن اللي لازمتهم. يعني أنا مثلا عندي نزلة على الجامعة، حنقول مواصلات، ودائما أنا بدي حط هاي هدف لحتى أني أنا أصل، لا يعني لحتى أدرس وكفي وخلص بدي أصل، فهي أولويات. يعني هلا أحكي مثلا أنه بدي يشتري شيء مثل هالناس، يعني عندي الأولوية أني أنا أصل على جامعتي بعدين أني أرجع، هي أولوية من أولويات حياتي. مثل ما حكيت الصحة، أنا برجع بقول أنه وقت بقول صحتي منيحة أنا بدي أدرس كرمال أني أنا حقق هدف معين أو كرمال أني أنا أشتغل أو كرمال، هي البداية. هلأ البنات حتى نفس الأمر، هذا الشيء أنه دائما أنا عندي المواصلات أساسية، صحتي موجودة، هدول احسن من الاشياء اللي نحن عم نحكي انه اللي هي كانت اساسيات وهلا بدنا نحاول انه نحن نلغيها. يعني مثل التدخين مثلا، انه انا فيني اختصره مثلا. هلا كثير شباب الايام يوميا عندهم التدخين انه صار مكلف، لا انا عندي مكلف على صحته وعلى جيبته، تماما على صحته وعلى جيبته، على كثير صعب وعملوا لك انه نحن حتى ما عاد قدرنا نجيب. بلا معلش، بلا كرمال اني انا اصل لهدفي. بيقولوا لك كيف بلا؟ ايه بلا، لانه الظروف صارت صعبه. انا ابدا اني انا وصل على جامعتي وارجع وما اعتاز، ما مد ايدي لاي شخص بقدر منه لصحتي مثل ما حكينا، وبجوز هي الظروف صارت لشيء يعني ترتيبها خير لنا. فاني انا بختصر هالامور هي كرمال اني انا احصل على هدف. طبعا. مجد، اليوم قد ايه مهم نحن نعرف انه نحن قادرين نحقق بس خطوه بخطوه. انا ما طبعاً بدي احط هدف كثير كبير بحياتي وانصدم لما اعجز عن تحقيقه بالوقت المعين الصغير اللي انا عاطيه لحالي بالامكانيات المتواضعه الموجوده بين ايدي. قد ايه مهم نحن ما كثير نرفع سقف التوقعات ونعمل هدف بيوازي الامكانات والظروف المتاحه بين ايدينا. تمام، هلا كثير مهم انه انا ما ارفع سقف التوقعات، بس هو بالبرمجه حلو انه نحن نشتغل على انه لا انا بدي اصل لهدفي، بدي يكون في عندي اصرار، بس الهدف مثل ما قلتي حيكون على قدي. هلا بالنسبه لحتى الوضع المادي، انه احيانا بيقول لك مثلا اجتني قصه انا ما قدرت اني بدي ادفع هذا الرقم وانا كنت مصمت شيء معين. هلا انا فيني من هذا المبلغ المعين كل يوم قيم مبلغ 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 لاعمل مشروع ولو كان صغير ويكون في عندي اصرار ما اقرب على هذا المبلغ. حتى يعني الشاب قادر، يعني انا ما راح احكي لو مبلغ يعني لو مبلغ كثير بسيط، على مرور الايام فيني انا اجمع هذا الرقم واعمل شيء. بس نحن ما حنقول اني انا ارفع سقف التوقعات اللي انت عم تقولي. يعني اكيد انا ما حقول انا يعني انا حصير مليونير مثلا، انا مدرس ما حيصير عندي مركز هذا الكبير، لا بيصير بس تمام. بالتدريج بيطلع درجه درجه. يعني ما في مننا هلا بحياتنا سواء كان في عندنا ظروف اقتصاديه ولا ما عندنا ظروف اقتصاديه، ما حدا مننا الا ما تعب لوصل طبعاً لدرجه معينه. لا انا بقول بدي اصل، بس اول شيء الهدف القريب اللي لإلي بمشي عليه خطوه. حتى بالنسبه للدراسه، يعني انه انا بطلع اول شيء بالبكالوريا مثل ما حكينا جامعه، باخذ الاولويات بدرس بكافح لاني اصل لهدف يصير عندي شهادة جامعية، بعدين اني يعني انا بدي اخذ هدف هدف بس بصل للي بدي اياه بالبرمجة. لا انا دائما بقول انا حاصل للي بدي اياه، بس اول شيء بالتدريج. تمام؟ نعم. طب يمكن كثير في اساليب لترتيب الاولويات مثل ما قلنا، الاهم فالمهم فالاهم. اكيد طبعا. خلينا نقول اليوم دائما خلينا نقول الاشياء الشخصية لازم تكون بالاولويات طبعاً، ولا الاشياء اللي بنحبها لازم تكون بالاولويات؟ خبرينا كمان. هلا حنحكي عن الاشياء الشخصيه، هي الاشياء الشخصيه اللي هي بتلزمنا، قصدك الملزمات. هلا هي ما مثل ما حكيت انا الاولويات هي صحتي النفسيه، الاسره، العائله، بعدها بيجي عندك حنقول السياره او الاشياء اللي نحن محببه لإلنا، او مثلا بدي شيء اشتري، هذا بيجي بعدين. يعني لو ما اجى هلا حيجي، يعني حيجي بعدين. يمكن فنجان قهوه اليوم نعتبره نحن اولويه من اولويات حياتنا، بس هو جاي يعني ممكن باي لحظه انا اني اشربه، بس الاساس هو العيله مثل ما قلت لك، الصحه، هدول بعدين، هدول بيجوا بعدين. بيقولوا لك لا ممكن ما يجوا، لا انا فيني مثلا اخذ جزء منهم بعد
هدول موجودين. انا بقول اهم شيء مثل ما حكيت الصحه والعائله والاسره، الجو الاسره هذا اللي موجود عندي، بعدين هدول بيجوا اكيد يعني جايين. هل في شغله يمكن كثير مهمه لما نحن بنقول اشخاص داعمين بحياتنا، هن الاشخاص اللي قادرين يشجعونا بطريقه كثير حلوه، يامنوا بقدراتنا، يدفعونا نحو الامام بشكل كثير حلو وايجابي، بالمقابل الاشخاص السيئين المحبطين، قد ايه مهم نبعد عنهم هدول الاشخاص ونحاول دائما يصير في عدوى للطاقه الايجابيه، عدوى من هدول الاشخاص يلي انا بحس انهم كثير مؤثرين بحياتنا. طبعا هلا كل انسان اكيد بيمر بظروف بحياته بدها تكون ظروفه صعبه، هلا احيانا مثلا انت قاعده مع حدا معين حنقول عنده طاقه سلبيه، حكينا له مثلا شيء معين بحياتنا صار معنا، لا وهذا الشيء انت الله يعينك انت بتعرفي هذا الحكي السلبي، فهو كل ماله بيصير عنده احباط اكثر، بينما اذا قعد مع شخص حنقول اكيد لازم يبعد، يعني هو لازم ما يلجأ له دائما، او اذا كان موجود يحاول يبعد وقت بيكون في عنده ظروف صعبه، مثل ما قلت لك كل انسان بده يمر بظروف، انا انت اي حدا حيمر بظروف صعبه، فانا بدور على الشخص الايجابي او الشخص اللي بيعطيني طاقه كثير مهم، يعني صار معي ظرف معين قد ما صار معي هذا الظرف، يعني انا احدى صديقاتي سالتني سؤال انه عندي ظرف هيك، قلت لها بدك تقومي، يعني بدك توقفي، بدك تقولي انه انا ما عندي حدا بدي اقوم، بدي اعمل شيء، ما رح ضل اني انا قاعده، بينما لو كنت انا انسانه محبطه حقول لها يا لطيف شو صار معك هيك، الله انا مكانك بروح بموت، خلص راحت ما عاد تقدر هي تقوم، فبينما انا وقت حتى انا من الاشخاص اللي انا بوقف حالي دائما، اي ظرف مريت فيه بقول لازم اقوم، لازم اتشجع، لازم بدي ادعس انا على ظروف حياتي انا بدي امشي فيها، أقول لو كان معي مبلغ بسيط حقول لا انا بدي امشي بهذا المبلغ، بدي رتب اولويات، انا عندي مثلا حنقول الاشياء الاساسيه، الاشياء اللي انا ملزمه اني انا ادفعها هي بدي ادفعها اول شيء، يعني الاشياء اللي بتترتب، ما عندي مثلا دكتور، ما عندي، حنقول عندي فواتير، عندي هدول بدي ادفعهم بعدين بروح للشغلات اللي انا اللي بيقولوا عنها الفزلكه مثلا او الثانويه اللي كلياتها بحب تكون موجوده، بعدين عنها بروح لها. بينما اذا انا قاعده انه الله يعينك انت ما بتقدري تعملي، انت ما بتقدري، هلا هي الكلمه كثير محبطه، هي طبعا اكيد نحن بوجود رب العالمين اكيد، بس وقت انت بتعطيه طاقه سلبيه لهذا الشخص هو عن جد حيتحطم وحيحس حاله انه هو ما له عايش، حيحس حاله، وهلا اغلبيه الناس محيطنا كله بيقول لك انه مو طبيعي، انا ما عم بقدر اتحمل، انا ما عم بقدر، لا بدنا نقدر نتحمل، لا بدنا نتخطى الظروف، لا بدنا ندعس على ظروفنا، بدنا نحط هدف بحياتنا، لا بده يتحسن وضعنا شو ما كان، انا يعني انا موجوده بهي الحياه، انا بقولها لنفسي حتى موجوده بهي الحياه، معناتها رب العالمين حاططني لهدف معين، لرساله معينه، فانا بدي امشي، يعني لو نحن حياتنا هون مؤقته بس انا موجوده، لو الله ما بده يعني كان اخذني بالاصل، فانا بدي امشي بهي ما بده يعني الله بده وجودي بهي الحياه، بده وجودي بهي الحياه لاني انا اعمل شيء، فانا بدي اعمله وبدي اخذ هدفي وبدي اصل للشيء، طبعا الحياه كلها امل وكلها تفاؤل، اما انا اذا بدي اقول لا يعني بدي موت نفسيا، اول شيء بدي موت نفسيا وبدي ابتعد عن العالم وبده يصير اكيد عندي احباط. نعم، يعني نصيحة أخيرة هيك للسريعة لكل العالم اللي مخربطة شوي هلا بهالظروف أولوياتها، شو بتقولي لهم كلمة؟ هلا بدي أقول لهم إنه بتمنى منهم يكونوا كتير قوايا، رب العالمين أكيد يعني رب العالمين ما رح يتركنا، وأكيد نحن بتمنى منهم إنه نخطط ونحط هدف، نقول إنه نحن حنصل، يكون في عنا أمل، يكون في عنا نقول يعني دائما اي واحد يعني ممكن من الصغير يفكر بمشاريع للكبير، هلا ما حقول انه هالمشاريع الضخمه مثل ما حكينا، بس بتمنى منه انه دائما يكون في عنا طاقه فرج، طاقه تفاؤل، طاقه محبه، نحن وقاعدين بين بعضنا نقول الحمد لله على الصحه، الحمد لله على العافيه، الحمد لله على وجود عائلتنا قدامنا. نعم. بعدين بتجي هي الاشياء ان شاء الله باذن الله تعالى. اكيد شكرا لك مجد للدعم المعنوي اللي عملتي لنا اياه الصبح، كل التوفيق لك ولكل الناس اكيد. خلي لي اياك يا رب. شكرا لوجودك معنا، شكرا لك. شكرا لك.